مرحبا. عم اقرا التعليقات اللي عم تكتبوا لي اياها باليوتيوب. عم اخذ تعليقات، عم اعمل عنها فيديوهات طبعا. فشفت شويه تعليقات، في ناس كثير عم تبعث لي انه هي درست جامعه بدها تغير الدراسه تبعيتها، او مثلا درست جامعه خلصت جامعه ما بتعرف شو بدها تعمل بعدين بالشهاده اللي اخذتها، او درست جامعه او مثلا درست اختصاص معين بالجامعه بعدين بدها تشتغل كمبرمج ما بتعرف من تبلش. كثير تعليقات عم تجيني ورسائل ايميلات كله عم يجي من هالنوع هذا، فحبيت اعمل عنه فيديو مشان اعلم الناس المبتدئين كيف يفوتوا بمجال البرمجه باسرع وقت ممكن ويطلعوا مصاري باسرع وقت ممكن. ليش؟ لانه نحن بدنا نطلع من المعلومات اللي عندنا اياها، بدنا نطلع منها مصاري. معلومات ما بتطلع مصاري ما لها قيمه، معلومات ما بننفذها ما بنطبقها ما لها قيمه، صح ولا لا؟ فلذلك هذا الفيديو رح يفيدكم كثير، بتمنى تشوفوه للاخير لانه كثير 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 في معلومات مفيده جدا. طبعا اذا اول مره بتفوتوا على قناتي اسمي محمد مبرمج، صار 13 سنه بمجال البرمجه وبيع البرمجيات، من المراكز الاولى من المبرمجين الافضل على مستوى اوروبا باختصاص البرمجه، اشتغل اكثر من 16 شركه. فالمعلومات اللي عم اعطيكم اياها هي معلومات موثوقه خلال خبره عمليه طويله جدا جدا جدا، وخلال شغل اكثر شركه واكثر من نوع من الشركه محليه وعالميه. فلذلك عم احاول نفيدكم. انا شايف في ناس كثير ضايعه ما بتعرف شو بدها تشتغل شو بدها تدرس، فخلينا نفوت نحكي بالموضوع مباشره. هالتعليقات اللي عم تجيني انه مثلا درس جامعه يفترض فيزياء او درس اي اختصاص اخر، عم يسالوني مثلا هل ممكن اتعلم برمجه، هل ممكن بلش؟ طبعا هذا السؤال، هذا الجواب عليه طبعا ممكن تعلم. اي شخص عنده اراده، عنده قوه الاراده، فيه يتعلم طبعا، ولكن في ثمن بده يدفعه لهذا الشخص انه بده يدرس. طبعا شو هي عدد ساعات الدراسه؟ شو هي مده الدراسه؟ هي على الشكل التالي: إذا أنت كنت مبتدئ مثلا ما بتعرف شيء عن البرمجة، ولكن عندك معلومات سابقة عن استخدام الكمبيوتر مثلا، فعمليا أنت خلال 8 ساعات إلى 10 ساعات ممكن تشتغل، يعني ممكن تدرس يوميا، وبعدين بتفوت بسوق العمل خلال 6 شهور. يعني أول 3 شهور تعلم الأساسيات، بعدين 3 شهور ثانيات تعمل بورتفوليو تبعك أو المشاريع اللي لازم تقدمها للمقابلة العمل، أو بتعمل مثلا انترنشيب بتفيدك كثير 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 كثير. وبعد 6 شهور، يعني 3 شهور زائد 3 شهور هي 6 شهور، مباشره فيك تفوت بسوق على سوق العمل. كمان في شغله هون حابب نوضحها، انه في ناس كثير عم تبعث لي، جدا عم يبعثوا لي انه هن قدموا على 3 4 وظائف او وما عم يلاقوا رد، او قدموا على وظائف ما حدا عم يرد عليه بالاساس، ما عم يستلموا جواب. فنصيحتي لهدول الناس انه لازم تقدموا على اكثر من وظيفه. المبتدئ بشكل عام لازم يقدم على اكثر من وظيفه 2 3 10 لازم يقدم. ليش؟ لانه اولا بيكون السي في تبعه غلط، اول شغله اجباري اجباري اجباري، كونه مبتدئ ما راح يعرف يكتب السي في. فلذلك نصيحتي لكم، حطوا بالسي في الخبره العمليه. لنفترض انت شخص عم يطلبك فرونت اند، ما تحط انت معلومات انه مثلا تعرف تعمل سندويش مثلا، بدك تحط شيء له علاقه بهذا الجوب ديسكريبشن، بهالشغله اللي عم الوظيفه اللي عم يعطوها. مو انه تكتب لي شيء انه انت اشتغلت كثير وعملت كثير ومدري شو كذا، هذا الحكي ما بيفيد، او الاحرى بيفيد بس ولكن ليس بشكل مباشر. لذلك رجاء لما بتعملوا السي في تبعكم، انا بنصحكم مباشره بعد هذا الفيديو تعملوا السي في، ما تطول، ما تاجلوا، يعني ما تطلبوا الامور مباشره. لما بدكم تعملوا شغله اعملوه مباشره، لانه اللي بيأجل كثير ما راح يحقق شيء. فلذلك بالنسبه للسي في لازم يكون في معلومات شخصية بسيطة عنك، الاسم، العمر، رقم التليفون والايميل وهيك شغلات يعني. بعدين الخبرة مباشرة قبل الدراسة، قبل أي شيء حط الخبرة، أنه أنت اشتغلت بالشركة كذا كذا، طورت البرامج كذا كذا كذا، توصف باختصار شديد البرامج. في سيفيات إذا بتشوفوها، في سيفيات عم شوفوها صفحات طويلة، ما حدا بيقرأ السيفيات هدول، يعني السيرة الذاتية ما حدا بيقراها بهالكم الكبير، لأنه ما حدا فاضي يقرأ 10 صفحات لكل شخص، ما حدا والموارد البشرية ما بيقروا. فلذلك أنت لازم تعمل انطباع أولي مباشرة خلال دقائق، يعني بيطلع السي في بيشوفه مرتب، أولا اسمك كذا كذا، معلوماتك الشخصية كذا كذا، خبرتك كذا كذا، بيشوف الخبرة تتناسب مع الوظيفة المطلوبة ولا لا. على هذا الاساس ليك ما بيردوا عليكم، لانه انتم بتحطوا حش حكي، بتزيدوا حكي، بتكتبوا حكي زياده، بيكون شيء 4 5 صفحات السي في تبعكم وكلياته حكي فاضي. لا، انت بهم الاساسيات بالسي في لحتى تنجحوا بالمقابلات، تزيدوا فرصكم بالنجاح بالمقابلات، اولا لازم
تكتبوا معلوماتكم الشخصية تحت الخبرة مباشرة، الخبرة المتعلقة بالجوب ديسكريبشن، بالوظيفة اللي بدكم تتقدموا عليها. يعني اللي نفرض انتم اشتغلتوا باكثر من شركة مثلا، يعني مو تحطوا الشيء اللي ما له علاقة، لا يتعلق بالوظيفة اللي بدكم تقدموا عليها. يعني نفترض مثلا الجو مثلا هنيك في فرونت اند، نفترض مثلا بدنا مطور فرونت اند، وانت اشتغلت فوتوشوب، بتحط الفوتوشوب بالاول؟ شو دخل الفوتوشوب بالفرونت اند مثلا؟ فلذلك هدول الناس ما عم يستلموا، ما عم ينقبلوا بالمقابلات، او ما عم بالاحرى ما عم يستلموا ردود بالمقابلات. فلذلك نصيحتي لكم، عم شوف سي فيات كثير انا وعملت مقابلات كمان مع العالم، حطوا معلومات شخصيه بعدين فورا 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 مباشره الخبره باختصار. يعني اشتغلت بالشركه كذا كذا، عملت مشروع 1 2 3، بيعمل بخلال جمله او جملتين شو بيعمل هذا المشروع وشو كان دورك بهذا المشروع، بحيث يشوف الشخص هذا انه هل هو اشتغل كعضو من فريق بفريق، هو اشتغل لحاله المشروع كلياته، شو نوع المشروع، وفورا بيشوفه بيتناسب مع المطلوب اللي بدنا اياه ولا لا. كمان حطوا كمان التقنيات اللي بتعرفوها تحت الخبره. يعني عندك الخبره مثلا اشتغلت بالشركه كذا كذا، تحت اشتغلت على المشروع كذا كذا، كدوري بالمشروع كان كذا كذا، وبعدين التقنيات اللي اشتغلت فيها، بعدين الخبره اللي بعدها، الشركه اللي بعدها، المشروع اللي بعده. هذا الشيء بيخلي الواحد يختصر الوقت، لما بده يشوف السي في بيطلع الاسم، الخبره بتناسبه معنا ولا لا، بعدين بينتقل اللي بعده. اللي عم يصير لما الواحد بيمل، انتم تخيلوا انتم مثلا عم يجيكم انتم مثلا 100 سي في، كل هدول السي فيات حدا بيعرف فوتوشوب، الثاني بيعرف الستريتور، اللي بعده بيعرف مونتاج، وعم يتقدموا على مقابلات عمل البرمجي، طيب ما في تناسق. فلذلك نصيحتي لكم، لما بدكم تتقدموا على العمل اختصروا، حطوا فقط المفيد، وبعدين تقدموا على الـ على الـ على الوظيفه. كمان شغله ثانيه، مشان الدروس التعليميه اختاروا، رجاء اختاروا الدروس التعليميه. انا رح احمل كمان دروس تعليميه عن برمجه تطبيقات الويب كاب، اول درس يعني رح احط برمجه تطبيق الويب لحتى افرجيكم انه مباشره خلال اشهر ممكن تفوتوا على سوق العمل. انا رح اعطيكم بالدروس التعليميه فقط اللي بيلزمكم تفوتوا بسوق العمل، بعدين لحالكم فيكم تتعلموا، لحالكم فيكم تدوروا بالانترنت، لحالكم فيكم تضيفوا على خبرتكم خبرات ومهارات جديدة. فلذلك بالنسبة للدروس التعليمية، إذا حبيتوا تشوفوا مثلا بتفوتوا على يوديمي، على اليوتيوب، على كذا، بلاقي اليوتيوب أحسن كونه أوفر يعني. بس بشكل عام يوديمي اختاروا الدروس التعليمية القصيرة، ما في داعي تتعمقوا فيها كتير، بعدين تنتقلوا على البورتفوليو، تعملوا بورتفوليو يعني مشاريعكم اللي حتتفرجوها بالمقابلة، بعدين او بالاحرى بنفس الوقت بتعملوا كمان انترنشيب. بتمنى انه تتبعوا هالنصائح هدول، لانه عم احكيكم الصراحه، انا عم طلع السي فيات، يعني شو هال بيكتبوا الناس، بيكتبوا شغلات واحد بيخلق. يعني لما انتم بتصير تشوفوا كذا سي في، سي في ورا سي في، بتصير تعملوا سكيب، بتعملوا تجاهل، نط ورا اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده، حتى لو كان في شيء مهم، بس اذا مكتوب بالاخير ما عاد تطلع كثير، فبتروح على اللي بعده، فكونوا السي فيات كثير بتطلع اللي بعده اللي بعده اللي بعده. فلذلك رجاء تبعوا هدول النصائح، حتى اذا بتلاحظوا انا برد على التعليقات مباشره، يعني لما بشوف تعليق فورا برد عليه. اذا بتلاحظوا حتى فيكم تكتبوا له تعليقات كل اسئلتكم، بعمل عنا فيديوهات. هاي القناه تبعتي انا من اكثر نشاط، اكثر القنوات نشاطا على اليوتيوب باللغه العربيه، يعني بحط باليوم فيديوين، كل يوم كل يوم كل يوم في فيديوين، كل يوم في فيديوين، معروف عنا ان الالتزام وانجاز المهام، كل يوم في عندي فيديوين على القناه. بتمنى اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك، تعملوا شير، تشتركوا بالقناه، لانه في يوميا في محتوى مفيد، وكل يوم سبت الساعة 8 المساء بتوقيت روماني في عندي بث مباشر بجاوبكم فيه على كل اسئلتكم، مو بس بالتعليقات، مو بس بالرسائل، مو بس بالايميلات، كمان مباشرة، يعني فورا بث مباشر بتسألوني السؤال فورا بجاوبكم عليه مباشرة، عن الخبرة، عن الرواتب، عن الشركات، عن الزبائن، كيف بتلاقي زبائن، كيف بتبيع المنتج البرمجي بعد ما تعمله، كيف بتخلي الزبون يجرب المنتج تبعك انت، بحيث تخليه هو يتعلق بالمنتج، بحيث انتج معلومات عن هذا، يعني هو بيستخدم مثلا التطبيق تبعك، خلاص عندك انت قاعده بيانات بالمعلومات اللي هو عم يستخدمها عن التطبيق اللي عملت له اياه، بعدين هو بيتعلق بالمنتج فيك، بعدين تفرض سعرك انت. كل هدول الامور فيكم تتعلموا على قناتي كمان على البث المباشر، بتمنى تشاركوا فيه. اذا عندكم اي سؤال تكتبوا لي بتعليقها فورا بجاوبكم عليه مباشره. شكرا كثير لكم.